بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يئوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. السلام علينا يا قائما بالقسط، السلام عليك يا فاتح الخير، السلام عليك يا معدن الوحي والتنزيل، السلام عليك يا مبلغ عن الله، السلام عليك أيها السراج المنير، السلام عليك يا مبشر السلام عليك يا نذير، السلام عليك يا مبدئ، السلام عليك يا نور الله الذي يستضاء به، السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين الهادين المهديين، السلام عليك وعلى جدك عبد المطلب وعلى أبيك عبد الله، السلام على أمك آمنة بنت وكر، السلام على عمك حمزة سيد الشهداء، السلام على عمك العباس بن عبد المطلب، السلام على عمك وكفيلك أبي طالب، السلام على ابن عمك جعفر الطيار في جنان الخروج، السلام عليك يا محمد والسلام عليك يا أحمد، السلام عليك يا حجة الله على الأولين والآخرين.